السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم معايا في فيديو جديد معكم مامه عمر. فيديو النهارده ان شاء الله هنشتغل بوكس او باسكت بيضاوي بخيط المكرميه المصري، ونقدر نستخدم اي نوع خيط. هنستخدم غرزه جديده، غرزه الكونو المجسمه. شايفين شكل الغرزه؟ جميله جدا ومتماسكه جدا. ده شكل البوكس معايا، ده الغطاء، وده شكله من الداخل، متماسك جدا وواسع جدا، تقدر تستخدميه استخدامات كتير. تابعوا معايا الفيديو، لو اول مره تشوفيني انزل اعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس ولايك للفيديو، ويلا نبدا على بركه الله. احنا هنشتغل بوكس النهارده بخيط المكرميه المصري، وتقدري تنفذيه بخيط كليم او خيط سلسله. اول حاجه هشتغلها القاعده البيضاويه اللي بالشكل ده. القاعده دي انا عملت اكتر من فيديو على القناه، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. هتعرفوا بالظبط طريقه المقاس، يعني انا لو عايزه مقاس القاعده بتاعتي الطول والعرض قد ايه، ابدا بكام سلسله. كل التفاصيل دي هتلقوها في الفيديو بتاع القاعده، هسيبه لكم في صندوق الوصف وكمان في الاي فوق وفي اول تعليق مثبت. كل تفاصيلها وكمان بالدعامه بتاعتها. اول حاجه هعمل 2 قاعده بالشكل ده قد بعض، ونبدا الشغل بتاعنا. هشتغل يا بنات بإبرة مقاس 5.5 حسب سمك الخيط. انا سمك الخيط مكرمية وسط زي ما احنا شايفين. وهنبدأ الشغل بتاعنا. هبدأ هشتغل فين؟ شايفين في القاعدة هنا الغرزة بتاعتي عبارة عن ضلعين، ضلع امامي وضلع خلفي. انا هشتغل في الضلع الخلفي، هاخد ضلع واحد من الغرزة، يعني مش هدخل تحت الغرزة كاملة كده تحت حرف الفي كامل، لا، انا هدخل تحت ضلع واحد بس، تمام. وهبدأ هسحب الخيط وهشتغل غرزة، هثبته كده بغرزة كده. دي بداية السطر معايا، هعلمها بس. وهبدأ هشتغل في كل غرزة في الضلع الخلفي، هدخل كده وهشتغل غرزة حشو، هسحب الخيط معايا غرزتين على لفتين على الإبرة، هطلع منهم، تمام. هدخل كده، دي بداية الخيط انا بشتغل عليها، هثبتها وانا ماشي، هنضف شغلي اول باول. وهشتغل كده بغرزة الحشو، هدخل في كل غرزة في الضلع الخلفي وهشتغل غرزة حشو، تمام يا بنات كده اهو. وبكمل شغلي وكل غرزة بدخل اهو في الضلع الخلفي كده اهو، واشتغل غرزة حشو بالشكل ده، بدخل في الضلع الخلفي وبشتغل غرزة حشو. هكمل شغلي لغاية ما بوصل لأول غرزة، وهنشوف هنقفلها ازاي. شايفين يا بنات انا كده اشتغلت غرز حشو في الضلع الخلفي، كده عملت حددت القاعدة بتاعتي، ده بيكون شكلها، خلصت غرز حشو كده لغاية ما وصلت اخر غرزة، وهنا وصلنا لبداية السطر. هنا هعمل ايه؟ انا مش هقفل السطر، انا هشتغل شغل حلزوني. حلزوني بمعنى هعمل ايه؟ يعني مش هقفل، هبدأ في اول غرزة اشتغلتها، هدخل كده اهو تحت الغرزة كاملة تحت حرف الفي كامل، وهسحب الخيط وهطلع كده غرزة حشو، ودي هتكون بداية السطر معايا. العلامة دي هسيبها، هعلم بيها بداية كل سطر. وهبدأ هشتغل شغلي عادي في كل غرزة، هدخل وهشتغل غرزة حشو تحت الغرزة كاملة، هدخل تحت الغرزة كاملة كده اهو تحت الضلعين وهشتغل غرزة حشو، وهكمل شغلي حلزوني بالشكل ده. هنشتغل كام سطر؟ هنشتغل 3 اسطر بغرزة الحشو، وبعدها هنشتغل الغرزة الاساسية بتاعتنا اللي هي غرزة الكونو المجسمة. هنبدأ في السطر الرابع نشتغلها. يبقى احنا هنشتغل غرز حشو بالشكل ده كام سطر؟ 3 اسطر. احنا اشتغلنا سطر، ده السطر الثاني اهو، بدخل تحت حرف الفي كامل، بسحب الخيط وبطلع بغرزة حشو، تمام. هكمل شغلي، هكمل السطر، وكمان هشتغل سطر تاني تحت حرف الفي، هنشتغل 3 اسطر، هكمل بالشكل ده. ولما بوصل لبداية الشغل بكمل شغلي عادي حلزوني في بداية السطر كده اهو، وهشتغل حلزوني، هكملهم، هكمل السطر التالت ونرجع مع بعض نشتغل الغرزة بتاعتنا. كده اشتغلت اهو 3 اسطر بغرزة الحشو بدون مقفل السطر. هنا جينا لاخر السطر كده اهو، اخر
غرزة في السطر وهنبدأ السطر الجديد. فأنا معايا حلقتين على الإبرة. أنا هنا حابة هغير لون الخيط في الغرزة اللي هنشتغلها، غرزة الكونو. لو حابة تشتغلي بنفس اللون هتكملي بنفس اللون الغرزة بتاعتنا عادي بالطريقة اللي هنشوفها معايا. لو حابة تغيري الخيط هتغيريه بالطريقة دي. في آخر غرزة معاكي حلقتين على الإبرة، هتبدأي تسحبي اللون الجديد ده في حالة انتي لو حابة تغيري. تمام كده، وهبدأ الخيط اللي كنت شغالة بيه هقصه بالشكل ده اهو، ومعايا طرفين الخيط دول هشتغل عليهم، هثبتهم وانا ماشية كده. معايا بداية الخيط الجديد. هنشتغل الغرزة بتاعتنا ازاي؟ انا معايا اهي الغرزة على الإبرة. هدخل فين؟ هدخل في اول غرزة كده اهو، تحت الغرزة مباشرة اهو، تحت غرزة الحشو. هدخل كده وهسحب الخيط ومعايا لفة على الإبرة، هريح ايدي هسيبها. بعدها هدخل في الغرزة اللي تحتها اهو، هنا هنا هدخل كده هسحب الخيط وهريح، هريح ايدي كده معايا لفتين هسيبها. بعدها هدخل في الغرزة اللي تحتها اهو كده، كأني بشتغل غرزة حشو عميق. هدخل كده اهو هسحب الخيط كده معايا ايه التلات لفات على الإبرة، مريحة ايدي. هلف الخيط على الإبرة وهسحب ايدي من الاربع لفات. تمام، ادي شكل الغرزة. انا بشتغل اهو على طرف الخيط بثبته معايا. هنشتغل كمان واحدة اهو. بدخل فين؟ معايا الحلقة اهي على الإبرة، بدخل هنا اهو كأني هشتغل غرزة حشو عادية. بدخل كده وبسحب الخيط كده معايا لفة. بعدها بدخل فين؟ بدخل هنا كأني بشتغل حشو عميق. هدخل كده اهو هسحب الخيط كده معايا لفتين هسيبها. الغرزة التالتة هاخدها فين؟ اهو اهو، شايفين اللي تحتها مباشرة. تمام كده معايا التلات لفات، هلف الخيط على الإبرة وهطلع من التلات لفات كده. ايه تاني غرزة معايا، ندخل في اللي بعدها اشتغلها كمان مرة اهو. بدخل هنا كأني هشتغل حشو كده، بسحب الخيط وبخلي اللفة معايا بريح ايدي. بعدها بدخل هنا اهو تحت الغرزة بسحب الخيط. تمام، بعدها بدخل في اللي تحتها اهو تحت الغرزة، معايا التلات لفات اهو، بريح ايدي فيهم وبلف الخيط على الإبرة وبطلع من التلاتة. اشتغلها كمان مرة اهو، هدخل هنا بس اهو هشتغل على بداية الخيط بثبتها معايا اهو، باخد اللفة. بعدها اللفة اللي بعدها اهو تحت الغرزة، بدخل كده وبسحب الخيط كده معايا لفتين. اللفة التالتة باخدها تحت السطر التاني كده، بدخل اهو كده معايا التلات لفات على الإبرة، بلف الخيط على الإبرة وبطلع منه. ده بيكون شكل الغرزة. لو حابين نشتغلها بنفس اللون اللي اشتغلت بيه التلات أسطر هشتغلها بلون واحد. لو حابة تغيري اللون بالشكل ده وحابة تعملي لها شكل، هتغيري اللون بالطريقة اللي شفناها، طريقة تبديل الخيط ازاي. نشتغلها كمان مرة اهو، اول لفة تاني لفة في الغرزة تحت الغرزة، ناخد اللفات اهو كده، اول لفة تاني لفة، اللفة التالتة باخدها من هنا. غرزة سهلة جدا والنتيجة بتاعتها شكلها تحفة في الاخر اهو، شايفين. نكمل كمان اهو لفة، بعدها تحت الغرزة مباشرة باخد اللفة التانية، تحت الغرزة اللي في السطر التاني باخد اللفة التالتة، معايا التلات لفات بطلع منهم مرة واحدة اهو. كمان مرة، اخر مرة، ادي لفة اتنين، اللفة التالتة، بريح ايدي بلف الخيط على الإبرة وبطلع من اللفات كله. ده شكل الغرزة.
هكمل شغلي في كل الغرز، هدخل كده اهو هشتغل الغرزة بتاعتي لغاية ما بوصل لبداية السطر، وهنشوف هنغير ازاي لون الخيط. تمام يا بنات، كده اهو وصلت لنهاية السطر. زي ما اتعودنا انا مش هقفل، فانا هعمل ايه؟ هروح على طول لأول غرزة كده اهو، هشتغل غرزة حشو وهكمل وهشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو. هشتغل ايه؟ هشتغل 3 اسطر بدون مقفل السطر فوق بعض بغرزة الحشو. تمام، هكمل شغلي بنفس اللون ده 3 اسطر بغرزة الحشو، بعدها هرجع هغير اللون، هبدل اللون وهشتغل عكس اللون الوايت ده، هشتغل باللون الزيتي وهرجع هشتغل غرزة الكون تاني. احنا هنعمل ايه؟ هنشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو عادية وشغل متواصل 3 اسطر فوق بعض. وهنا يا بنات بعد ما اشتغلنا 3 اسطر بغرزة الحشو بالشكل ده، هبدأ هغير الخيط بنفس الطريقة اللي غيرنا بيها. معايا اهو حلقتين على الابرة، وهبدأ اسحب اللون الجديد بالشكل ده اهو. تمام، وهبدأ طرفين الخيط هثبتهم معايا، وهنبدأ نشتغل الغرزة بتاعتنا. هشتغل فين اهو كده، اول غرزة هبدأ هسحب الخيط وخلي اللفة معايا على الابرة، بعدها الغرزة اللي تحتها كده، بعدها الغرزة اللي تحتها بالشكل ده اهو، ومعايا 3 لفات هسحب منهم مرة واحدة. تمام، بعدها هروح للغرزة اللي بعدها، هدخل كده اهو تحت الغرزة كأني هشتغل غرزة حشو، بعدها تحت الغرزة مباشرة هدخل كده وهسحب الخيط ومعايا اللفة، بعدها الغرزة اللفة التالتة باخدها من هنا بدخل كده هسحبهم كده اهو، بلف الخيط على الابرة وبطلع من اللفات كلها اهو. اشتغلها كمان مرة، بدخل كده بسحب الخيط، بعدها في الغرزة اللي بعدها، بعدها تحت الغرزة، وبطلع من اللفات كلها. شايفين شكل الغرزة معايا؟ وهكذا يا بنات بفضل اشتغل بغرزة الكونو، كل ما اشتغل 3 اسطر غرزة حشو بعدها بشتغل غرزة الكونو بنفس الطريقة دي اهو كده، بعدها في الغرزة اللي تحتها باخد لفة، والغرزة اللي تحتها باخد اللفة الأخيرة وبلف الخيط وبطلع من 3 لفات من الإبرة مرة واحدة، وبكمل شغلي بالشكل ده حلزوني. أنا مش بقفل اهو، مقفلتش السطر خالص، بكمل شغلي حلزوني بنفس الطريقة. بعدها بعد ما بخلص بشتغل بنفس اللون ده 3 اسطر بغرزة الحشو، وبكمل لغاية ما بوصل للارتفاع المناسب للبوكس بتاعي، الارتفاع اللي انا حباه بقف عنده. يعني انا هشتغل كمان 3 اسطر، هشتغل كمان غرزة كونو هغير اللون بالبداية زي كده، وهوقف الشغل ارتفاع الشغل بتاعي بنفس الطريقة. هكمل شغلي ونرجع مع بعض نقفل الشغل. هنا بعد ما خلصت اهو الشغل بتاعي، اشتغلت سطر واحد بس بغرزة الحشو، سطر واحد بس بغرزة الحشو، وهنا هبدأ أقفل الشغل بتاعي. أنا هكتفي بعدد الأسطر كده، بعدد ارتفاع البوكس بتاعي أو الباسكت بتاعي بالارتفاع ده. لو حابة ترتفع أسطر أكتر من كده فهترتفعي أكتر من كده أسطر. تمام، وهبدأ هنا أقفل خلاص السطر بتاعي. هقفله ازاي؟ هنا هو شايفين الغرزة دي، هسحب الخيط كده منها وهرجع تاني للغرزة اللي انا طلعت منها كده، وهسحب الخيط وهدخل بيه كده اهو. شايفين قفلت بنفس قفلة السلسلة. وهنا هبدأ انظف الخيوط بتاعتي. شايفين انا البوكس نضيف من جوه، مفيش اي خيوط، انا منظفة الشغل اول باول اهو. كنا بنقفل الشغل الخيوط اول باول، فكده الشغل بتاعي. هنا الخطوة الجاية هنعمل، شايفين شكل الغرزة، شكل الغرزة جميل جدا، ونقدر نستخدمها في شغل كتير من شغل الكروشيه، نقدر نشتغل بيها حلزوني، ونقدر كمان نشتغل بيها رايح جاي.
هنا هنبدأ نكمل غطاء للبوكس بتاعنا. احنا طبعا زي ما اتفقنا في بداية الفيديو احنا بنشتغل القاعدة البيضاوية، بنشتغل اتنين، واحدة للقاعدة واحدة للغطاء. بتكون معايا بنفس المقاس. فهنا انا اشتغلت ايه؟ بس اشتغلت سطر واحد بغرزة الحشو زي ما اشتغلت بداية القاعدة بتاعتي. اشتغلت في الغرزة الخلفية سطر واحد بس بغرزة الحشو، وقفلت السطر بنفس الطريقة اللي قفلتها معاكم. شايفين قفلة السطر مش باينة اهو، ما تقدريش تفرقيها. فهنا هبدأ بس ايه، هعمل اطار للغطا بتاعي. هعمله ازاي؟ هعمله باللون مختلف. هبدأ هدخل تحت الغرزة كده اهو، تحت الغرزة كاملة تمام، وهبدأ هسحب الخيط بتاعي كده وهثبته بغرزة. فانا في العادي بشتغل غرزة الحشو ناحية ايدي الشمال كده على عدل الشغل، لا انا هشتغلها بالعكس، بمعنى اهو هدخل كده وهرجع بالابرة بتاعتي في الغرزة اللي بعدها، هشتغل بطريقة عكسية غرزة حشو اهو. هدخل كده في الغرزة تحت الغرزة كاملة وهسحب الخيط وهطلع اشتغل حشو اهو، مشتغل غرزة حشو بس بطريقة عكسية اهو، برجع بالشغل بتاعي بالعكس كده اهو. تمام يا بنات اهو، بلف شغلي كله بغرزة الحشو العكسية بالشكل ده كده. بعمل اطار للغطا بتاعي اهو كده اهو. هكمل شغلي، شايفين شكل الغرزة؟ هكمل كل الغرز بتاعتي بنفس الطريقة دي، غرزة حشو بس الطريقة عكسية. بدخل كده اهو بسحب الخيط وبطلع اشتغل حشو، وبكمل شغلي لغاية ما بوصل لأول غرزة. وهنا لفيت الشغل بتاعي كله اهو، شايفين بالغرزة الحشو المعكوسة. وهنا وصلت لآخر آخر غرزة. هنا هبدأ هعمل ايه؟ هدخل كده في اول غرزة اشتغلتها وهسحب الخيط بتاعي بالشكل ده اهو تمام، وهبدأ الخيط ده هدخل بيه ايه من داخل الغرز كده اهو وانضفه كده. الشكل معايا بعد ما شطبته كده ونضفت الخيوط بتاعتي، هنا هبدأ ازين الغطا بتاعي. الخطوة دي لو حابة تعمليها اختياري. الورد ده انا اشتغلته معكم قبل كده، حسبه لكم في صندوق الوصف. هبدأ هنا اثبته بالشمع اهو كده. بعد ما ثبتهم بالشمع تقدري ايه لو حابة الخطوة دي، يعني براحتك، لو حابة تعملي ايد صغيرة او لو حابة تزينيها بالورد وتكون معاكي ايد كمان. وده بيكون شكل البوكس معايا اهو، شايفين ايه واسع ازاي. تقدري تستخدمي منظم، تقدري تستخدميه في حاجات كتير جدا. إيه شكله شيك جدا ويشيل، شايفين الغطا بتاعه. نقدر نستغنى عن الغطا ونشتغل نفس الغرزة اللي اشتغلناها في الغطا دي، إيه نقفل بيها البوكس بتاعنا اللي هي غرزة الحشو المعكوسة. تقدري تقفلي بيها لو مش حابة تشتغلي غطا، لو حابة تشتغلي هيكون معاكي بالشكل ده، وممكن تشتغليها كمان لو حابة بالغطا. تمام يا بنات اهو شكل الغرزة. الغرزة شكلها تحفة جدا ومتماسك جدا. تقدري زي ما قلنا تشتغلي بأي نوع خيط، خيط إيطان، خيط سلسلة، خيط مكرمية أو خيط كليم كمان. بس لو هتشتغلي الغرزة دي بخيط كليم يكون خيط الكليم نوعا ما رفيع. بس يا بنات وده كان فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ياريت تعملي لي لايك واشتراك للقناة لو ما كنتيش مشتركة معايا في القناة، وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.